عند مواعدة شخص جديد، فإن المشاعر التي تشعر بها عندما تتعرف على بعضكما البعض يمكن أن تكون مثيرة بشكل لا يصدق. وبمجرد خروجك من مرحلة شهر العسل، يمكن أن تكون المرحلة التالية من علاقتك مجزية بنفس القدر، وهو الوقت المناسب لبناء رابطة أعمق ترتكز على الثقة والحب الحقيقي. ولكن حتى عندما يكون هناك حب حقيقي، فمن المفهوم أن يكون لديك بعض المخاوف بشأن المستقبل. هل هذا الشخص هو الشخص؟ هل وجدت الشريك المناسب؟ على الرغم من أنها قد تكون مثيرة للقلق بعض الشيء، إلا أن مثل هذه الأسئلة طبيعية تماما، خاصة إذا كنت قد تعرضت بالفعل لخسارة علاقة سابقة. فيما يلي 5 علامات أساسية يمكن أن تساعدك في تحديد ما إذا كنت ستتوافق مع شريكك مدى الحياة. 1. أن تشترك في نفس القيم أو القيم التكميلية. لا يتعين على شخصين أن ينظر إلى العالم بنفس الطريقة تماما أو أن يحمل نفس المعتقدات تماما من أجل الحصول على علاقة صحية معا، لكن قيمهم الأساسية، المفاهيم والأشياء التي تعكس ما يهم الفرد أكثر، يجب أن تكون متوافقة على الأقل حتى تنجح العلاقة على المدى الطويل. أحد الأمثلة الأكثر وضوحا لكيفية تحديد ما إذا كانت القيم قد وجدت الشريك المناسب هي قيمة تربية الأسرة. إذا اختلف الشريكان حول إنجاب الأطفال، فمن المحتمل أن لن يكونا مناسبين. تشمل القيم الأخرى التي غالبا ما تحتاج إلى التوفيق بين شخصين مكان العيش، وكيفية التعامل مع الشؤون المالية، والمعتقدات المتعلقة بالخصوصية والصحة البدنية. قبل كل شيء، يجب على الأزواج أن يفهموا أن علاقتهم، وكذلك علاقتهم كأفراد، هي عمل سلس قيد التقدم. من أنت عندما التقيت لأول مرة ومن ستصبح بعد 10 سنوات سيبدو مختلفا بشكل لا يصدق. القيم شخصية للغاية ويمكن أن تتغير بمرور الوقت. إن كيفية تواصلك على طول الطريق والبقاء متوافقا مع هذه التغييرات الحياتية أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح مدى الحياة. من الجيد أن تتحدث مبكرا وفي كثير من الأحيان مع شريكك عن قيمك للتأكد من توافقها وأن احتياجاتك يتم الاستماع إليها واحترامه. 2. تتعامل مع الصراع باحترام وبشكل بناء. الصراع في العلاقة ليس بالضرورة علامة على أن علاقتك في ورطة، بل إن الطريقة التي تتعامل بها مع الصراع هي علامة مهمة على ما إذا كانت علاقتك ستصمد أمام اختبار الزمن. الأزواج الذين يتمتعون بعلاقات صحية وطويلة الأمد قادرون على مواجهة المشكلات، حتى الكبرى منها، دون اللجوء إلى الشتائم والشتائم والشتائم والنقد المفرط. يعتذرون عند الضرورة ويجدون طرقا لحل المشكلة وإعادة الاتصال والمضي قدما. إذا كنت تشعر بالأمان والاستماع والاحترام والحب في علاقتك أثناء وبعد الشجار، فمن المحتمل أنك وجدت شريكا جيدا. 3. أن تقبلهم كما هم والعكس صحيح. إذا كنت مع الشخص المناسب، فلن يتعين عليك تغيير هويتك حتى يحبك، ولا تطلب من شريكك تغيير هويته أيضا. هذا لا يعني أن أيا منكما لن يتغير أبدا أو أنك لن تفعل أبدا أشياء لا يحبها الشخص الآخر، ولكن عندما تكون مع الشخص المناسب تبدو علاقتكما وكأنها حاوية تلهمكما بشكل طبيعي للتعلم والنمو. يساعدك هذا على أن تصبح نسخا أكثر أصالة من نفسك مع مرور الوقت. 4. تتطلع إلى المشاركة وقضاء الوقت معهم. إن الالتزام بعلاقة جدية طويلة الأمد مع شخص ما، سواء كان ذلك من خلال الزواج أو أي ترتيب آخر، يعني أنكما ستقضيان الكثير من الوقت معا. إذا كان شريكك مناسبا لك، فهذا شيء ستتطلع إليه وتدعوه بنشاط إلى حياتك. قد تلاحظ، على سبيل المثال، أنك ترغب في مشاركة أشياء تتعلق بيومك معهم، وبذل جهد لقضاء وقت ممتع معا، والتمتع بحميمية جسدية وعاطفية مع بعضهم البعض، والتحدث معهم أولا عندما يحدث شيء مهم. ومع ذلك، ستظل قادرا على الاستمتاع باستقلاليتك ومتابعة اهتماماتك الخاصة عندما تكون مع الشخص المناسب.
يتم إنشاء العلاقات الصحية طويلة الأمد من قبل شخصين، بدلاً من شخصين يصبحان متورطين في العلاقة لدرجة أنهما يفقدان إحساسهما بذاتهما. 5. يمكنك تصور الحياة معهم عندما تتمكن من رؤية شريكك كزميل حقيقي في الفريق، شخص بجانبك سيدعمك ويساعدك على التغلب على تقلبات الحياة. يمكنك أن تشعر بثقة أكبر أنك وجدت الشريك المناسب. يختلف كثيرا عن القذف أو الإعجاب، فالشخص المناسب لك هو الشخص الذي يحظى باهتمامك ولكنه يتمتع أيضا بقوة البقاء الفعلية. إذا كان من السهل أن تتخيل كيف سيكون الأمر عندما نكبر معا، فمن المحتمل أنك وجدت شخصا يمكن أن يحدث هذا معه حقا. إذا قمت بتحديد المربعات أعلاه وما زلت تواجه صعوبة في اتخاذ قرار بالمضي قدما أو الزواج أو اتخاذ الخطوة التالية، فيمكن لخبير العلاقات أن يوضح لك مخاوفك وشكوكك.